تجيبني فين يا عم؟ انا قلت لك عايز اتصور صوره شخصيه، مش عايز اتصور في متحف الشعب. اصبر بس يا استاذ، ده انا جايبك عند عم عب سميع الراجل البركه، ده هيطلع لك احسن صور اتصورتها في حياتك. يا عم ده الراجل ميت اساسا، قصدك هيصورني اخر صوره هيصورها في حياته؟ انت مش شايف عامل ازاي؟ انا مش عارف المصايب بتشمشم ورايا في كل حته. اقف قدام الكاميرا يا ابني عشان تتصور. الكاميرا دي ولا بينولا يا حاج؟ ومدخل راسه فيها كده ليه؟ انا افتكرته بيعمل لوشه حمام بخار. انت هتهزر ولا ايه؟ لا 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 لا، ما يقصدش يا فنان. انا عايز يا حاج خلفيه بيضة. انت سامعني؟ عايز خلفيه بيضة عشان دي صوره للباسبور. ما تخافش، ده انا عامل صور الباسبور بتاع عبد الحليم حافظ قبل ما يموت على طول، وباسبور الست ام كلثوم هم قبل ما تموت برضو. وما فيش حد صورته عايش ولا ايه؟ بس انا هبص للنقطه الايجابيه، الراجل ده صور ناس عظماء وانا عايز ابقى واحد منهم. اتكل على الله وصور يا تاريخ. الحمد لله، خلاص يا منار انا جهزت كل الورق المطلوب مني. برافو، وعملت ايه بقى في المقابله؟ ابهرتهم طبعا بذكائي، ده انا علي امين يا بنتي، الاول على دفعتي. يعني مستعد للسفر؟ مستني بس اعرف هسافر امتى. انت بتقولي ايه؟ ورق الهجره بتاعت رفض ليه يا استاذه؟ انا مش فاهم، لا جوه عايزين يشغلوني ولا بره عايزين دي مؤامره كونيه ضدي. سوري يا مستر علي، بس الموضوع مش مؤامره ولا حاجه. هارد لك. الحمد لله على كل شيء. وبعدين انت طريقه كلام حضرتك غريبه شويه، انت اجنبيه ولا من التجمع الخامس؟ ليه بتقول كده؟ لا مؤاخذه، للنطق بتاع سيادتك نضيف حبتين، احنا عندنا البنات بتتكلم يعني الطه بتبقى طايع، بطاطس بطيخ بطيخ بطاطا يعني. انت رقيقه قوي. انا مصريه امريكيه. طب ما ايه راي حضرتك يعني تساعدي ابن بلدك الغلبان الشقيان يروح بلدك التانيه امريكا؟ يا مستر علي، الشغل اللي انت طالبه محتاج لغه، وانت ما عندكش لغه، ده غير ان لازم يكون عندك رصيد في البنك علشان تسافر اصلا، وده مش موجود. وانا هيبقى عندي كريدت في البنك منين يا انسه؟ طيب انت ما فكرتش ليه تشتغل هنا في مصر؟ ده لو بالتفكير كان زماني صاحب نائب رئيس الجامعه دلوقتي. سوري مش فاهمه. يا استاذ حضرتك اسمك ايه؟ اسمي مي. وبالامريكاني برضو مي. انا كان زماني معيد دلوقتي يا انسه مي، بس للاسف ما كانش ليا مكان، او بمعنى اوضح ماليش ظهر في البلد. طيب ما تحاول تاني، مش يمكن تقدر تكمل وتبقى انت ظهر نفسك. حلو قوي ظهر نفسك دي. حاضر انا هحاول تاني، هعمل تراي اجين وبنج اجين وكتف اجين، بس عشان خاطري لو جت اي فرصه للسفر تكلميني. ايوه بس اكلمك ازاي؟ انا ما عنديش رقمك. هو ده ذكاء الشاب المصري، ما انا قلت لك الجمله اللي فاتت عشان تطلبي رقم. ولا يهمك يا علي يا ابني، وما تزعلش نفسك، كويس انك ما سافرتش، عشان انا يا ابني حققت لك حلمك وهتتعين في الجامعه. الله اكبر، بجد يابا اخيرا هتعين معيد واخد حق اللي راح مني. حيلك حيلك. لا طبعا، انا كلمت سيادة اللواء اللي كنت بخدم معاه، وقال لي انه كلم مكتب رئيس الجامعة لما عرف ان انت الاول على الدفعة، وهم وعدوه ان هم يشغلوك. ويا ترى يشغلوني ايه؟ موظف في رعاية الشباب. احلى حاجة انك بتقفلني كل يوم يابا. ولا سحر ولا شعوذة، ولا سحر ولا شعوذة. صباح الخير يا علي. صباح الخير يابا. خلاص عيلت وعرفت مصلحتك ورايح تستلم شغلك في الجامعة؟ قلت لك يابا انا مستحيل اشتغل بالواسطة، هات 100 جنيه والكارت بتاعك لو سمحت. طالما مش عايز تشتغل بالواسطة، عايز الكارت بتاعي في ايه؟ وانا طلبت منك الجرين كارد يابا، بذمتك مش الورقة المومية دلوقتي بتفتح ابواب اكتر من الكارت بتاعك؟ ما انا عارف من زمان الجنيه غالي بالكرنيه يا ابني، بس انا الكارت بتاعي من زمن الكرنيه ولسه صلاحيته ما انتهتش. انا لو عندي ربع ثقتك دي يابا كان زماني حكمت العالم، وبعدين اول مره اشوف امين شرطه مش بكروت. يا عم روح، هو انت عارف تحكم نفسك حتى؟ روح شوف لك شغلانه بدل ما كل يوم والتاني اروح اجيبك من الاس. زل فيا يابا، زل فيا وعايرني، بكره تعرف علي ابنك ده ممكن يعمل ايه رغم كل الظروف اللي ضده. هات ال 100 جنيه بقى. أمري لله، سامحني يا رب، الناس وظروفهم اللي اضطروني أعمل كده. علي يا ساتر يا رب، خضتيني يا سماح. بعيد عنك الشر والخض يا علي،
تعال اعمل لك حاجه مسكره تشربها. لا شكرا، مستعجل يا سماح. وشك اصفر من الخضه ولا مش بتاكل كويس؟ انا وشي طول عمره اصفر، ده لونه الطبيعي، وانا باكل كويس وبنام كويس وعايز انزل بسرعه عشان انا مستعجل. ممكن تعديني؟ مستعجل ليه؟ رايح تقابل مين يا نامس؟ ولا هقابل اي حد، انا رايح الجامعه يا سماح. طب يعني ممكن تاخد الجواب ده معاك تحطه لي في البوسطه؟ ده جواب دولي. اه، لجوزي في الخليج. ربنا يرجعه لك بالسلامه يا رب. اصله وحشني قوي. وحشني انا كمان قوي والله يا سماح. للدرجه دي انت بتحبه؟ لا، بس عشان لما بيبقى موجود ما بتعرفيش تزنقيني على السلم في الطلعه والنازله كده. انا ازنقك ليه؟ طب ده انا واحده ست عايشه لوحدها وعايزه راجل يساعدها، وانت جاري والجيران اللي بعديهم برضه. انا تحت امرك، هبعت الجواب قبل ما اروح الجامعه. سلام عليكم. ممكن خدمه كمان يا علي؟ ايه تاني يا سماح؟ اصلي شباك الحمام مكسور وعايزك تدخل تصلحولي. يرضيك يا علي الجيران يشوفوني وانا بستحمى؟ يا سماح، لو الجيران شافوكي وانت بتستحمي هيجروا يصلحوا الشباك. سلام عليكم. صباح الخير يا فندم، انا جايب الملف بتاعي وبتوصيه السيد رئيس الجامعه عشان استلم الشغل هنا. اهلا بيك يا علي، انت اكيد تعبت واجتهدت جامد علشان تتعين معانا هنا. لو على الاجتهاد المفروض ما كنتش تشوفني هنا خالص يا فندم. قصدك ايه؟ لا ما قصديش، ده انا كنت مستني اليوم ده من زمان. اخيرا البلد قدرت تعبي ومجهودي وهتشغلني. احمد ربنا، غيرك مش لاقي شغلانه باليوميه حتى. ده ابني متخرج من سنين وقاعد في البيت. لا حول ولا قوه الا بالله. ابنك من الاوائل برضو؟ لا، بس انا بخدم في الحكومه بقالي 35 سنه ومن حق ابني يتعين مكاني قبل ما اطلع معاش. مش شويه شباب معاهم شويه وسايط ياخدوا مكانه؟ للاسف هو ده اللي حصل معانا كمان. هو ابنك كان شاطر في الجامعه؟ لا، ابني دبلوم ما دخلش الجامعة. ابنك دبلوم وعايزه يمسك مكانك؟ دبلوم ويمسك مكانك ليه؟ خليه يشتغل في تخصصه ويعمل اللي تعلمه. ايه المشكلة يا اخي؟ ما انا دبلوم برضو ومشي الادارة زي الساعة من 25 سنة. تفضل يا استاذ، تفضل روح امضي في الدفتر واستلم العهدة من استاذة هاني. بلد بتاعت شهادات صحيح. ما شاء الله، الله اكبر، بداية مبشرة. روحي منك لله يا سماح. هو انت عشان قاعدة لوحدك يا ولية تحقدي عليا؟ واحقد عليك ليه يا اختي؟ ما انا عندي جوزي برا في الخليج بالدنيا كلها. ومش عيب انك تروحي تعملي عمل لابني انه ما يفلحش في اي شغلانة ولا يلاقي عروسة؟ شوفي الولية ايه؟ اعمل ايه ونيلة ايه اللي بتقولي عليها؟ وبعدين يا اختي ما انا شايفها النهاردة لابس ومتأنتج وزي القمر. يا خبر اسود عليك يا ولية، انت بتراقبينا؟ وبعدين مالك انت اذا كان هو قمر ولا مش قمر؟ قل اعوذ برب الفلق. هو انا هحسده برضو؟ يا ريت هتيجي على قد الحسد، كنت خمست في وشك وقريت قران حرقتك وانت واقفه. ولا سحر ولا شعوذه، ولا سحر ولا شعوذه. الله يخرب بيوتكم، ما هي نار وفهيم مع بعض. انتوا الاثنين عدتوا السنه. ما انت نجحت يا عم علي وطلعت الاول، عملت ايه يعني؟ والله معاك حق يا فهيم، اديني رجعت الجامعه تاني، لا بقيت معيد ولا حتى طالب، بس بقيت موظف هنا معانا. عايزينك تطلعنا رحلات على قد ما تقدر بقى. يا اولاد الذين، كل واحد بيدور على مصلحته. يلا روحوا ذاكروا عشان تتخرجوا، دي دراسه مش فسحه. الحقوا مريم جايه هناك اهي. بقى اسمها استاذه مريم دلوقتي يا ماهي، دي بقت معيده علينا. بقيت معيدة عشان الحاج دكتور. مش فاهم، كان المفروض اطلع امين شرطة لابويا يعني ولا ايه؟ هاي يا جماعة، ازيك يا علي؟ الله يسلمك يا استاذة. لا، طالما بره السكشن قول لي يا مريم عادي. بس انت بتعمل ايه هنا يا علي؟ اتعينت في رعاية الشباب والحمد لله. لو احتجت اي اوراق ليك، اي طلب، محتاجة حاجة، انا تحت امرك. واسطة يعني؟ اقول اللي انت بتقوليه ده في حد ذاته نكتة، ونكتة ما بتضحكش. امال ايه يا بنتي؟ انت ما تعرفيش انا ابن مين؟ ابويا اكبر امين شرطه في جمهوريه مصر العربيه، مش زي باباكي حيلا دكتور في الجامعه. يعني علي مش هيشتغل معاك يا بابا؟ لا يا حبيبتي، علي الحمد لله اشتغل في الجامعه خلاص بفضل علاقات ابوك المشبوع، قصدي المرموقه. بجد؟ يعني خلاص بقى مدرس زي ما كان عايز؟ ها؟
لا هو اشتغل في رعاية الشباب. ودي بيعملوا فيها ايه دي؟ بيرعى الشباب. رواحي بقى اطلعي انت البيت دلوقتي، ولما امك تعمل الاكل هاتولي اكل اكل اكل. ماما تقولي انزلي اشتري اكل، وبابا يقولي هاتي الاكل اللي اتعمل. عيلة تزهق. صباح الخير يا جماعة. صباح النور. بقولك ايه، فوت علينا بعد ساعة، احنا لسه ما اصطبحناش. اصطبحت ايه وانت بتلمي كارتة؟ انا مش طالب على فكرة، انا علي زميلك للأسف. اهلا وسهلا يا استاذ علي، ما تأخذنيش افتكرتك طالب، اصل شكلك صغير. لا ما تقلقيش، اسبوع معك وان شاء الله هتلاقيني عجوز. ده الورق بتاعي. اتفضل يا اخويا استريح. انت فطرت؟ اه الحمد لله سبقتك. حضرتك استاذة تهاني؟ لا انا اختك عبير. تهاني لسه ما جاتش، اصلها بتسهر يا عيني، اتخانقت مع مامتها امبارح، اصل كان جاي لها عريس وهي ما صباح الخير يا استاذه بقى، كملي ازازه لب عشان انا دماغي فيها اللي مكفيه. ماشي. سلام عليكم. ايه ده، انت الموظف الجديد؟ اسمك ايه؟ ده الاستاذ علي الموظف الجديد. اهلا يا استاذه تهاني. لا فكك بقى، تهاني كده على طول، احنا مطولين سوا مع بعض، وجو الاساتذه ده بيخنقني. انا الجو ده عامه بيخنقني كله على بعض. بعد اذنك ارد على التليفون. الو، ازيك يا مي؟ شفت اللي جرالي يا مي؟ اه بكلمك من الشغل الجديد. مبروك على ايه بس؟ اسكت. خير يا علوة، هو في حد هيتجوز ولا ايه؟ لا ركزي مع عبير انت شوية، اديلها لب يا عبير. بقولك يا مي، بتيجي اشوفك النهاردة؟ اه طب خلاص تمام، اتفقنا. سلام. منورة يا مدام عبير. بوجودك يا اخويا. منورة يا مدام تهاني. انسة ما تقفلنيش بقى منك من اولها. مش فاهمه يا اختي، ايه العيال اللي تعيني الجديد دي مالها؟ جايه لهم سهله بالواسطه. هو في حد جديد اتعين معايا هنا؟ ايه ده علي، ايه ده انت بتعمل ايه هنا؟ منار انت ورايا ولا ايه؟